السلام عليكم مشاهدينا من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. المرحلة الأولى لمشروع الزواجية طريق بد بصور تشارك على الانتهاء مع وصول نسبة الإنجاز إلى 91% في بعض أجزائها. وزارة المالية تؤكد أن تصنيف مؤسسة موديز للسلطنة ما زال في فئة الاستثمار، وأن ثمار إجراءات مواجهة انخفاض أسعار النفط تحتاج بعض الوقت. وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر يؤكدون من المنام استعدادهم للحوار مع الدوحة لكن بشروط. وفي نشرتنا من أخبار الاقتصاد مشاهدينا نتابع. الطيران العماني يوقع اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الماليزية للتوسع في الوجهات الدولية. وتتابعونا في الأخبار الرياضية. الخيال السلطانية تحرز المركز الأول في منافسات سباق لينير الفرنسي للقدرة والتحمل. أهلا بكم إلى التفاصيل. المرحلة الأولى لمشروع الزواجية الطريق بدبتصور تشارف على الانتهاء، ذلك ما أكدته وزارة النقل والاتصالات. الوزارة أشارت إلى أن نسبة الإنجاز تقترب من 84% للجزء الأول من المرحلة الأولى و 91% للجزء الثاني من نفس المرحلة. سباق مع الزمن، العمل يتواصل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الزواجية طريق بدبتصور بطول 115 كيلومترا، حيث تم إنجاز قرابة 84% من الجزء الأول و 91% من الجزء الثاني في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تبدأ من تقاطع بدبد على طريق الرسيل نزوى المزدوج، مروراً بولاية سمائل بمحافظة الداخلية وولايات المضيبي ودما والطايين، وحتى تقاطع مصرون بولاية إبرا بمحافظة شمال الشرقية، ليخدم بذلك سكان القرى التي يمر بها الطريق الحيوي. مهندسو المشروع صمموا الطريق ليكون بعيداً عن الأودية متفادياً المنحدرات ليكون آمناً، ولكن بعض أجزائه تمر بتضاريس صعبة، ومع ذلك ذللت لكي لا يشعر بها سالكو الطريق المزود بمنشآت لتصريف مياه الأمطار من عبارات وجسور لتأمين الحركة حتى في أصعب ظروف الطقس. بدأ سالكو الطريق السير في 81 كيلومترا من المرحلة الأولى التي افتتحت أمام الحركة المرورية في طريق مكون من 3 مسارات لكل اتجاه. أكدت وزارة المالية أن تصنيف مؤسسة موديز للسلطنة ما زال في فئة الاستثمار، موضحة أن ثمار إجراءات مواجهة انخفاض أسعار النفط تحتاج بعض الوقت. وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة استندت عند تخفيضها للتصنيف على أساس أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تعد غير كافية، أخذة في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات. تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة بنقطة واحدة من قبل مؤسسة موديز يأتي في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جراء تأثر الوضع المالي بسبب الانخفاض الحاد والمطول لأسعار النفط، والذي يعد المصدر الرئيس لدخل الدولة. هذا ما أوضحته وزارة المالية، مؤكدة أن مؤسسة موديز لا تزال تضع السلطنة في فئة الاستثمار، موضحة أن التقييم الذي قامت به المؤسسة مؤخرا أصبح معادلا للتصنيف الائتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة، وأعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز أند بورز.
وزارة المالية وفي بيانها لوكالة الأنباء العمانية أوضحت أن مؤسسة موديز قد استندت عند تخفيضها لتصنيف السلطنة على أساس أن الإجراءات المالية التي اتخذت حتى الآن تعد غير كافية، أخذاً في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات، مشيرة إلى أن مؤسسات التصنيف العالمية تركز في تقييمها بشكل أساسي على المؤشرات المالية، والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات والإنفاق والعجز وقدرة الدولة على تمويل هذا العجز وتأثير ذلك على احتياطاتها المالية. وجددت الوزارة أن الحكومة ومراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية ولأية إجراءات سريعة وحادة قد أخذت بمبدأ التدرج في مواجهة الوضع المالي، وهي تتابع باستمرار تطور الأوضاع المالية، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة والمتوازنة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة. وأضافت أنه من المؤمل أن تساعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتلك التي في طور الإصدار على التخفيف من الآثار الناتجة عن الإجراءات المالية، وذلك من خلال إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. وفي تقرير لها أكدت شركة إنفستموني البريطانية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة وصل إلى 7,700,000,000 ريال عماني في عام 2016. وأشارت الشركة المعنية بتحليل بيانات السوق واتجاهات الاستثمار في العالم إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للسلطنة يعد مؤشرا على قوة الاقتصاد العماني. تدفق الاستثمارات الأجنبية مؤشر لقوة الاقتصاد العماني، هكذا عنونت شركة إنفستموني البريطانية في تقريرها المعني بتحليل بيانات السوق واتجاهات الاستثمار، حيث أكد التقرير ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة بقيمة 1,000,000,000 دولار ليصل إلى 7,700,000,000 ريال عماني في العام الماضي مقارنة بعام 2015، وهو ما رحب به المحللون والخبراء باعتباره مؤشرا صحيا على أن السلطنة تسير على الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها وتنميته. التقرير أوضح أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يظهر قوة الاقتصاد العماني في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر بنسبة 2%، حيث أشار إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة يؤكد قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على صنع فرص جديدة للمستثمرين، مبينا مكانته كمنطقة استثمار دولية مفضلة في الشرق الأوسط. وبالتوازي مع ذلك، أكد التقرير أن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز ساهمت بما يقارب 48% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء. كما ارتفعت استثمارات قطاع العقارات بنسبة 8.5%، فيما ارتفعت القطاعات الأخرى بنسبة حوالي 13%، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ أكثر من 986,000,000 ريال عماني. التقرير ذكر أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة المستثمرين في السلطنة باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة قاربت 3 مليارات ريال. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. قامت فخامة داليا جريبوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بزيارة سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية، وذلك خلال رسو السفينة في ميناء مدينة كلايبيدا الليتوانية. وقد اطلعت فخامتها على مرافق السفينة وما تحويه من تجهيزات ومعدات تمكنها من العمل في أعالي البحار، وما تقوم به من مهام وأدوار في نشر رسالة المحبة والسلام بين مختلف شعوب ودول العالم. وفي ختام الزيارة سجلت رئيسة جمهورية ليتوانيا كلمة في سجل كبار زوار السفينة، عبرت من خلالها عن سرورها لما شاهدته من تجهيزات ومرافق مختلفة في السفينة والتصاميم التقليدية التي تزخر بها، كما أبدت إعجابها بما قدمه طاقم مساقب السفينة من فعاليات ومعروضات ثقافية وتراثية، فضلا عن إشادتها بالرسالة النبيلة السامية للسفينة ودورها الإنساني.
قال وزير الخارجية البحريني إن بلاده والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر مساعدة للحوار مع الدوحة إذا وافقت على شروط معينة. وجدد الشيخ خالد بن أحمد الخليفة بعد اجتماع مع نظرائه من الدول الأربع في العاصمة البحرينية المنامة جدد دعم الاجتماع للوساطة التي يقوم بها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للحد من التوتر ورأب الصدع الخليجي. وتقود الكويت جهودا دبلوماسية شاركها في ذلك الولايات المتحدة وتركيا سعيا لحلحلة الخلاف الخليجي الذي مضى عليه 8 أسابيع وما يزال يراوح مكانه بحسب مراقبين للشأن الخليجي. من قبل الدول الأربع. في اليمن سقط أكثر من 40 قتيلا خلال عدة أيام من المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله والموالين لها قرب ميناء المخا المطل على البحر الأحمر بحسب ما أعلن مسؤولون يمنيون. وتصاعدت حدة المعارك في محيط الميناء الواقع في محافظة تعز منذ استعادة القوات اليمنية السيطرة عليه الأسبوع الماضي. وفي الشأن الفلسطيني وتحت وطأة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يعاني أهل القطاع من أزمة إنسانية حدت بمنظمات إنسانية إلى تصنيفه مكانا يصعب العيش فيه. ويعد انقطاع التيار الكهربائي أحد الأزمات التي يعانيها أهالي القطاع المحاصر وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض لها المنطقة حاليا. مع ارتفاع الحرارة بشكل كبير في الشرق الأوسط هذه الأيام يناضل أهل غزة لتلطيف الجو في ظل انقطاع الكهرباء بالقطاع المحاصر لفترات طويلة. في ظل ظروف جوية خانقة ترتفع فيها الحرارة لأكثر من 35 درجة مئوية تؤثر أزمة الكهرباء في قطاع غزة على القطاع الصحي وتجعل من العسير على أهل القطاع تشغيل المراوح وأجهزة التكييف. زي مع ضغط وانا معايا ضغط نفس الحاجه لا في كهرباء يعني نشحن ولا حتى نتهوى وزي ما انت شايف هو في الكرتون وانا في الصينيه. ويتسبب انقطاع الكهرباء كذلك في تعذر تشغيل محطات معالجه مياه الصرف الصحي وهذا يعني ان مياه الصرف الصحي ستلقى دون معالجه في البحر المتوسط. في مدينه غزه تتحدث فلسطينية أخرى تدعى زكية موسى عن صعوبة النوم في مثل هذا الطقس الخانق. طول الليل لا بنام ولد ولا بنام بنت ولا بنام عجوز ولا بنام ختيار من الشو طول الليل برا حاملين أولادهم في قاع الدار اللي حمل له ابنه ماسك سنية زي هيك بهف فيها طب والله عنا ولد في ليلته منام من الشو في ليلته منام. يتضرر قطاع التجزئة الهزيل في غزة من هذا الوضع حيث يشكو بائع الأجهزة الكهربائية من ركود شديد يستثنى من ذلك فقط المراوح الرخيصة التي يعاد شحنها والتي يمكن شحن بطارياتها تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي. قتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو. وقالت مصادر أمنية إن السيارة كانت متوقفة على جانب طريق مزدحم وتم تفجيرها عن بعد. وذكر شهود عيان أن الانفجار أسفر عن حدوث أضرار بالمباني القريبة ومن بينها متاجر وفنادق. من جهة أخرى أعلنت ما يسمى بحركة الشباب مسؤوليتها عن التفجير. قالت وكالة أنباء الصين الرسمية أن الإعصار نيسات وصل إلى إقليم فوجيان وتسبب في إجلاء نحو 27,000 من سكان الإقليم. وكان نيسات قد ضرب الأراضي التايوانية وأدى إلى إصابة 81 شخصا وحدوث فيضانات ساحلية أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 12,000 شخص من منازلهم. ضرب الإعصار الاستوائي نيسات مناطق في شرق تايوان وجنوبها محملا برياح عاتية وفيضانات قوية أغرقت الشوارع والمنازل.
ميسات هو أول إعصار تشهده تايوان هذا العام، وحط مركزه على الساحل الشرقي للجزيرة يوم السبت، ويتجه الآن صوب جنوب شرق الصين وفقا للمركز المشترك للتحذير من الأعاصير. وشهدت الأمواج تصطدم بقوة بالشاطئ في منطقتي هوالين وهايتونغ على ساحل تايوان الشرقي، بينما أغرقت المياه الشوارع والمنازل في مقاطعة بينغتونغ بجنوب البلاد. وقالت هيئة الأرصاد بتايوان إن الرياح الناتجة عن الإعصار نيسات وصلت سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. عمان من السماء، فقرة تكشف جماليات السلطنة وتنوعها البيئي والتضاريسي. حرارة الصيف وشمس حارقة تبعث فينا المسير، مهللة البشرى بمبسم الطفل وأصالة الإنسان، لتختلط بادية الرمال بالواحات الغناء، نحو نسمات بحر وشلالات عين ماء، بين الجبل والسهل تزهر البسمات. يطيب لها الزائر وتستمتع بها العائلة، من رسوخ العادات قمم شامخة، يجتمع عبق اللبان وطيب الكرم. مهرجان صلالة السياحية 2017 من 30 يونيو إلى 31 أغسطس 2017. عمان، الرخاء والنماء. المرحلة الأولى لمشروع ازدواجية الطريق بدبتصور تشارك على الانتهاء، مع وصول نسبة الإنجاز إلى 91% في بعض أجزائها. وزارة المالية تؤكد أن تصنيف مؤسسة موديز للسلطنة ما زال في فئة الاستثمار، وأن ثمار إجراءات مواجهة انخفاض أسعار النفط تحتاج بعض الوقت. وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر يؤكدون من المنامة استعدادهم للحوار مع الدوحة، لكن بشروط. تسلم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رسالة خطية من نظيره الإيراني معالي الدكتور علي لاريجاني. قام بتسليم الرسالة معالي علاء بروغردي رئيس مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، وذلك خلال استقبال سعادته له بمقر المجلس. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما وصلت إليه من آفاق كبيرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. تمكن مراقبو الحياة البرية بوزارة البيئة وشؤون المناخية ومكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني وبدعم من شرطة عمان السلطانية، تمكنوا من إلقاء القبض على 6 متهمين وضبطهم في قضية قنص لأربعة غزلان عربية في منطقة جبل استعتري بمحافظة مسقط، والتي تعتبر امتدادا لجبال محمية السيرين التي يشرف عليها مكتب حفظ البيئة، حيث تمت عملية القبض على الجناة بعد مراقبتهم المكثفة لقرابة 2 يوم، وتقديرا لجهودهم في الحفاظ على الحياة البرية، كرم مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني مراقبي الحياة البرية والذين تمكنوا من القبض على المتهمين.
اختتمت وزارة الشؤون الرياضية فعاليات معسكر شباب الأندية والذي أقيم في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وتميز المعسكر بأنشطته وفعالياته المتنوعة التي أسهمت في إكساب الشباب مهارات القيادة والحوار الهادف البناء، إلى جانب تنمية قدراتهم وصقلها ورعايتها لتكون أكثر إبداعا ونجاحا. كما تضمن المعسكر معرضا ضم نتاجات وأعمال شباب المعسكر في مجال الرسم والخط العربي والحرفيات وركن فريق الطيب التطوعي. انطلقت اليوم فعاليات البرنامج الصيفي لطلبة المدارس في 46 مركزا بجميع محافظات السلطنة، والذي جاء هذا العام تحت شعار صون ووقار. التقرير التالي يسلط الضوء على انطلاق الفعاليات في محافظة ظفار، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية. برامج تربوية متنوعة في البرنامج الصيفي لطلبة المدارس بمحافظة ظفار، والذي يأتي تحت شعار صيفي صون ووقع. هناك 400 مشارك ومشاركة من أبناء الطلبة والطالبات في 4 مراكز. الهدف من هذه البرامج صقل بعض مواهب الطلبة، وكذلك يعني سد أوقات الفراغ الخاصة بهم، مشاركتهم في مجموعات عمل، كذلك تنمية بعض المهارات الخاصة بالصحة والسلامة. أنا شاركت في البرنامج الصيفي بحكم أني استفادة من وقتي في الإجازة، وأخذت ورش التجميل واللغة الإنجليزية. 4 مراكز تم تخصيصها لاستقبال الطلبة المشاركين في البرنامج، وهي مراكز السعيدية الصيفي، ومركز ظفار للبنين، ومركز السعادة، إضافة إلى مركز خولة بنت حكيم للبنات. برنامجنا الصيفي المستمر لمدة 10 أيام، ويحمل عدة برامج ثقافية وعلمية ورياضية، يكتسب من خلالها الطالب ويصقل مهاراته وينمي مهاراته كذلك. ولدينا برامج مختلفة مثل الفنون التشكيلية ومثل التصوير الضوئي. أنشطة مختلفة ضمن البرنامج لهذا العام، وفقرات حوارية وكتابية للطلبة، وبرامج المهارات الحياتية، بالإضافة إلى محاضرات في أمن المعلومات واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومسابقات رياضية متنوعة. أنا شاركت البرنامج الصيفي وتعلمت كيفية تدوير الورق وإعادتها والاستفادة منها. تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال إقامة هذه البرامج الصيفية لاستثمار الطلبة أوقاتهم في هذه الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والمعرفة. سالم زعبنوت المهري، ولاية صلالة، محافظة ظفار. والآن جولة مع الأخبار الاقتصادية مع أحمد بن راشد الهناني. أهلا بك أحمد. أهلا بك خالد. أهلا بك. تفضل أحمد، وأهم الأخبار الاقتصادية نتابع. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم مشاهدينا. وقع الطيران العماني اتفاقية المشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الماليزية، وذلك للتوسع في الوجهات الدولية عبر عمليات الربط. وسيتمكن ضيوف الناقل الوطني المتجهون إلى كوالالمبور عبر الرحلات المباشرة من الاستفادة برحلات ربط إلى مزيد من الوجهات في ماليزيا والصين وأستراليا. وفي المقابل سيتاح للمسافرين عبر الخطوط الجوية الماليزية فرصة الاستمتاع برحلات مباشرة بدون توقف بين كوالالمبور ومسقط، من خلال 14 رحلة أسبوعية مباشرة بين مسقط والعاصمة الماليزية عبر الطيران العماني على متن طائرات إيرباص A200 على 330 المتطورة. التحسن الإيجابي في أسعار النفط العالمية خلال الجلسات الماضية أثر إيجابا على أداء سوق مسقط للأوراق المالية، حيث استهل جلساته الأسبوعية على ارتفاع بلغ 16 نقطة. على الرغم من ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، إلا أن جلسة التداول كانت هادية بإجمالي قيمة تداول بلغت 1,111,000 ريال عماني، فيما لا يزال المؤشر العام متجاوزا مستوى 5,000 نقطة. استهل سوق مسقط للأوراق المالية جلساته مدعوما بارتفاع جميع القطاعات السوق، الأمر الذي يعزى إلى جاذبية أسعار الأسهم القيادية من قبل مدراء المحافظ والمستثمرين.
كان هناك ضغط بيع من قبل المستثمرين الخليجيين، حيث بلغت مبيعاتهم أكثر من 34% مقابل 1%، نسبة شراء المستثمرين الخليجيين. أسعار أسهم الشركات الحالية أصبحت محور اهتمام المستثمرين، خاصة بعد التراجعات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية. فهل سيستمر هذا النشاط؟ هذا ما سنشهده خلال الجلسات القادمة. يمكن القول أيضا بأن سوق مسقط استفاد من الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط العالمية خلال الجلسات الماضية، حيث وصل خام برنت إلى ما فوق مستوى 52 دولار. مع نهاية عطلة الأسبوع الماضي ارتفع سعر النفط ليتجاوز حاجز 52 دولار، والذي أعطى إيجابية في ثقة المستثمرين. إلا أنه في نفس الفترة قامت موديز بخفض تصنيف السلطنة، والذي أفقد بعض الشيء من فرحة المستثمرين. في انتظار اجتماع اللجنة الفنية لأوبك والمنتجين المستقلين يومي 7 و8 من أغسطس القادم، والتي سوف تبحث العقبات التي تواجه المنتجين، وبالتالي أي قرار إيجابي يخص هذه اللجنة سوف تدعم بشكل مؤثر وترفع أسعار النفط من جديد. ركز المستثمرون في تعاملاتهم اليوم على سهم شركة الأسماك العمانية بعد تداول أكثر من 1,400,000 سهم، فيما تصدر سهم الشركة العمانية للاتصالات قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بقيمة 384,000 ريال عماني. سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. رهونات الشركات ترفع الرسوم المحصلة للتداول العقاري في السلطنة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 42.5 مليون ريال عماني، وذلك رغم انخفاض قيمة التداول العقاري إلى 1.5 مليار ريال عماني. نحو 1.5 مليار ريال عماني قيمة التداول العقاري في السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي، منخفضا بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الرسوم المحصلة منها شهدت زيادة طفيفة مسجلة 42,620,000 ريال عماني بسبب زيادة المبالغ النقدية للرهونات العقارية لعدد من الشركات، والتي وصلت إلى مليارات الريالات العمانية. التعاملات العقارية على مستوى محافظات السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي اقتربت من 181,000 تصرفاً عقارياً في مجالات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات، وسجلت محافظة شمال الشرقية النسبة الأعلى من تلك التصرفات مقارنة ببقية محافظات السلطنة، تلتها محافظة مسقط ثم محافظة شمال الباطنة، بينما كانت محافظة الوسطى الأقل في عدد التصرفات العقارية. وخلال النصف الأول من العام الحالي أصدرت وزارة الإسكان 115,910 ملكيات، منها 30,827 قطعة جديدة. للتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية بالمتطلبات الإلزامية، تواصل وزارة التجارة والصناعة للسنة الثالثة على التوالي حملة ولا تخسر الميزان. الحملة تهدف إلى التحقق من مطابقة موازين الصاغة والموازين التجارية وموازين الجسور بمحلات بيع الذهب والمجوهرات والمحلات والمؤسسات التجارية، والتي تستخدم الموازين في تعاملاتها المباشرة مع المستهلك ومعرفة مدى تطابقها مع اللوائح الفنية الخاصة بها. وبلغ إجمالي عدد الموازين التي تم التحقق منها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1,446 ميزانا.
مشاهدينا بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة. الصفوة طازج وصحي. بين بساط أخضر وقلاع وحصون وقرى في قمم الجبال والصحراء وصلت إليها الخدمات الحكومية، طافت بنا فقرة عمان من السماء التي بثت خلال فترات سابقة قبل نشرات الأخبار. الفقرة نالت صدى واسعا بعد أن قدمت زوايا ومشاهد مرئية مختلفة لمحافظات السلطنة. بينما تتكشف ورد عمان من السماء يبدو بساطها للرأي بكامل تفاصيله الجميلة، فقرة يومية بثها التلفزيون قبل نشرات الأخبار، يضحى المشاهد يوميا على موعد يتسمر فيه أمام الشاشة التي تطوف به عبر محافظات عمان. هنا مشاهد لصحراء جرداء تصف حياة الإنسان فيها وتطويعه للطبيعة وقدرته على التأقلم، وخدمات حكومية وصلت لمسكن الإنسان في وسط الصحراء، وكأنها رحلة جوية تقف في طريقها لتروي تفاصيل الجمال. فمع هذا البساط والأخضر تركت الصورة لدى متابعي التلفزيون من داخل وخارج السلطنة شغفا لاكتشاف محافظة ظفار خلال موسم خريفها. أخذتهم المادة المرئية إلى زوايا غير التي عهدوها، مبدية للرأي كيف أن الصمت في حرم الجمال جمال. تاريخ عمان تراه ماثلا أينما يممت ناظريك، القلاع والحصون والأبراج بانت في هذه المشاهد كبنيان مرصوص يشهد على ماض تليد وعزم رجال رسخوا للحاضر، ما يشهد على أن هذه الأرض ضاربة بجذورها في التاريخ. وعلى مقربة من ذلك قرى تخترق شموخ الجبال الراسيات بين بساط أودية خضراء وقمم استوطنها إنسان عمان. مشاهدينا ننتقل الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميلة مزول الحسينية. مساء الخير مزول. مساء الخير حنيفة. أهلا وسهلا، الكلمة لك. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا. فازت الخيالة السلطانية بالمركز الأول في منافسات سباق لينير الفرنسي للقدرة والتحمل ذي الثلاث نجوم والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية، واشتمل السباق على ست مراحل بلغت مسافته الإجمالية 160 كيلومترا. وبعد المنافسة التي شهدها السباق في مراحله ومساراته المختلفة فاز بالمركز الأول الفارس هشام الفارسي على صهوة الفرس فين. تغلب المنتخب الوطني على شقيقه العراقي بثلاثة أشواط لشوطين، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية 14 لناشئي الكرة الطائرة. الشوط الأول ذهب لمصلحة المنتخب العراقي، واستطاع المنتخب الوطني من الفوز بالشوط الثاني قبل أن يتمكن المنتخب العراقي من الفوز بالشوط الثالث بفارق 4 نقاط. وعاد المنتخب الوطني من بعيد ليتمكن من الفوز بالشوط الرابع لينجح أخيرا من الفوز بالمباراة بعدما حسم الشوط الفاصل ب 18 نقطة مقابل 16. اختتمت بمحافظة ظفار منافسات بطولة برنامج شجع فريقك والذي تنظمه وزارة الشؤون الرياضية. البطولة شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة من مختلف ولايات المحافظة. اختتمت بمحافظة ظفار منافسات بطولة برنامج شجع فريقك لكرة القدم الذي تنظمه وزارة الشؤون الرياضية لتنمية قدرات الشباب والمهتمين بكرة القدم واكتشاف مواهب رياضية جديدة. بالنسبة لبطولة شجع فريقك بطولة تنشيطية للنادي، وثاني حاجة نكتشف مواهب اللاعبين المراحل السنية، وفريق شباب القلعة طبعا فريق بطل محافظة الموسم الماضي، وهذا السنة الحمد لله يعني مجهود المدربين واللاعبين والجهاز الفني الموجودين وصلنا إلى المباراة النهائية. جمعت المباراة النهائية لهذه البطولة
فريقي شباب القلعة التابع لنادي الاتحاد وفريق طاقة، حيث قدم الفريقين مباراة جيدة أظهروا من خلالها لمسات رياضية ممتعة. بالنسبة لفريق طاقة طبعا يمتلك الحمد لله الكثير من المواهب اللي الحمد لله تأهلنا للمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية في محافظة ظفار. نتمنى إن شاء الله الصعود وتمثيل المحافظة في المسابقة المركزية إن شاء الله على مستوى السلطنة. انتهت المباراة بهدف لصالح فريق طاقة الذي تم إحرازه في الشوط الأول، حيث كان الهدف الوحيد في هذه المباراة، وبذلك استحق الفريق الفوز بهذه البطولة. في الختام تم تكريم الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى في البطولة. يختتم لاعبو منتخبنا الوطني للمراحل السنية لكرة الطاولة غدا برنامج معسكرهم الخارجي بالصين بعد أن استمر المعسكر لمدة 15 يوما، ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات لاعبي المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العرب 16 لكرة الطاولة للمنتخبات العربية التي تستضيفها السلطنة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر منتصف أغسطس المقبل. وشمل المعسكر ثلاث فترات تدريبية متواصلة إلى جانب خوض لاعبي المنتخب لتدريبات مشتركة مع لاعبين من جنسيات أخرى. وإلى الأخبار العالمية، حيث حقق برشلونة فوزا مثيرا على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في أول كلاسيكو للمدرب أرنستو فالفريدي ضمن بطولة الأبطال الدولية الودية. تقدم برشلونة أولا بهدفين عن طريق ليونيل ميسي وراكيتيتش، ثم عادل بطل الليغا بهدفين عبر كوفاتيتش وماركو أسنسيتو، فيما أحرز جيرارد بيكي هدف الفوز لبرشلونة عند الدقيقة 50. ويلتقي الفريقان مجددا يومي 13 و16 من أغسطس في كأس السوبر الإسباني قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني. وإلى أخبار السرعة، حيث أعاد سائق تويوتا إيسابيكا لابي لقب رالي فنلندا المرحلة 19 التاسعة من بطولة العالم للراليات لهذا الموسم إلى السائقين المحليين، وذلك بتحقيق فوزه الأول في مسيرته. وأنهى لابي رالي بلاده أمام البريطاني إيفانز مستفيدا من انسحاب مواطنه لاتفالا في المرحلة 19 بسبب مشكلة في سيارته. وعلى الرغم من الفوز لا يزال لابي في المركز العاشر في الترتيب العام برصيد 45 نقطة، إلا أن مشاركاته مع فريق تويوتا تقتصر على 4 راليات وهي الأولى له في بطولة الكبار. فاز الإيطالي فابيو فوجيني بلقب بطولة سويسرا المفتوحة للتنس، وذلك بتغلبه على الألماني هانفمان في المباراة النهائية. فوجيني تقدم في المجموعة الأولى بخمسة أشواط لشوط واحد، لكن هانفمان رد بعزيمة قوية وقلص الفارق إلى 5-4، وفي الأخير ظهرت خبرة الإيطالي يتمكن من الفوز بها ب6-4. واصل فوجيني تألقه في المجموعة الثانية يتمكن من الفوز بلقب الأول منذ يوليو 2016. إذن مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، وأعود الآن إلى الزملاء. سجلت محافظة الداخلية على كمية هطول للأمطار خلال الفترة من 27 وحتى 29 من الشهر الجاري بكمية بلغت 34 مليمترا. وأظهرت محطات قياس هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أن محافظة الظاهرة سجلت 20 مليمترا، تلتها محافظة البريمي ب 17 مليمترا، كما رصدت المحطات كمية هطول الأمطار في محافظة الشمال الشرقية بكمية بلغت 13 مليمترا، وفي محافظة شمال الباطنة 7 مليمترات.
مشاهدينا نشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المرحلة الأولى لمشروع الزواجية الطريق بالبتصور تشارك على الانتهاء مع وصول نسبة الإنجاز إلى 91% في بعض أجزائها. وزارة المالية تؤكد أن تصنيف مؤسسة موديز للسلطنة ما زال في فئة الاستثمار، وأن ثمار إجراءات مواجهة انخفاض أسعار النفط تحتاج بعض الوقت. وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر يؤكدون من المنامة استعدادهم للحوار مع الدوحة لكن بشروط. وفي ختام نشرتنا هذه، تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.